حرب عظيمة وملحمة تاريخية ونصر عسكري وعبور كبير أم عملية عسكرية عادية بنتائج متوقعة سلبتها السياسة قيمتها وما يمكن أن تحصده عملية عسكرية مماثلة لأبطالها؟ 45 عاماً مرت على عملية عسكرية ربما هي الحرب الوحيدة التي خاضتها حكومة عربية ضد العدو الصهيوني وانتصرت فيها، لكن الجدل حول هذه العملية اندلع سريعاً ولم يكن جدلاً بين معسكرين مختلفين، بل اختلف حولها قادتها أنفسهم. فمحمد أنور السادات رئيس البلاد حينها والقائد الأعلى للقوات المسلحة رآها عملية عسكرية هي الأذكى والأسرع في تاريخ المنطقة، صنعت منه نصف أسطورة ومنحته لقب رجل الحرب، بينما رآها العقل المدبر لها والمشرف على تفاصيلها قائد الأركان حينها الفريق سعد الدين الشاذلي حربا منقوصة أضاعتها تدخلات غير محسوبة على خطته العسكرية من القيادة السياسية. هناك أسرار شديدة لو عرفها الشعب سيعيد كتابة تاريخ مصر وتاريخ حرب أكتوبر 93. فأين تقع حرب أكتوبر بين رأي عقلها المدبر وبين رأي قائدها الأعلى؟ الحرب الخاطفة. كان لنكسة عام 67 أسوأ الأثر على العرب عموماً وعلى المصريين خصوصاً بعد خسارة أرض غالية وانكسار أنفة مصرية أمام غطرسة العدو الإسرائيلي. ساعة الصفر، يوم عيد الغفران لدى اليهود والعاشر من رمضان لدى المسلمين. في وضح النهار كانت ساعة الصفر التي حددتها غرفة العمليات المصرية السورية المشتركة متجاوزة أولى قواعد الحرب المتعارف عليها ببدء الحرب مع أول ضوء للنهار أو آخر ضوء. في تمام الثانية ظهرا من يوم السادس من أكتوبر عام 1973 بدأت 222 طائرة من سلاح الجو المصري في قصف حصون خط بارليف بشكل مفاجئ بالتزامن مع هجوم مدفعي مكثف استمر قرابة ساعة. في نفس الوقت كانت مجموعات اقتناص الدبابات تعبر منفردة لاقتناص دبابات العدو وتعطيلها عن التصدي لعملية العبور السريعة. كل هذا يجري على الجانب المصري فقط، أما الجانب السوري في الجولان فقد بدأ ضربة موجعة أيضا أفقدت العدو توازنه وصار مشتتا للرد على أي الجبهتين. خلال 6 ساعات فقط كانت القوات المسلحة المصرية قد رفعت العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة بعد تراجع قوات العدو في عمق سيناء وسط حالة ارتباك عام. التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ثغرت الدوفرسوار. رغم هذا الإنجاز الكبير إلا أن مشكلات أكبر في انتظار أصحاب النصر في 7 أيام الحرب، تدخلات على خطة الفريق سعد الدين الشاذلي التي أحرزت النصر في الساعات الأولى بفضل الالتزام بها تهدد بفقدان ما تحقق من نصر وتدفع بالشاذلي قائد الأركان وبقائد الجيش الثاني أكبر الجيوش المصرية حينها سعد مأمون لتقديم استقالتهما حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها. يوم 12 تاني لثالث مرة، شوف الصراع، قال لي لا ده قرار سياسي وواجب التنفيذ وأنا مسؤول عنه كقائد عام القوات المسلحة وسيادتك المسؤول. في 14 من أكتوبر تحركت ألوية المصرية في تطوير للهجوم على غير اقتناع ولا رغبة من قادتها تنفيذا لأوامر السادات، فكانت كارثة الدوفرسوار التي غيرت مسار الحرب وانتزعت المبادرة من الجيش المصري إلى جيش العدو. 250 دبابة فقدها الجيش المصري بالقصف الجوي الإسرائيلي من أصل 400 دبابة في عملية تطوير الهجوم التي فشلت. لم ينتهي الأمر عند ذلك، فالضابط بجيش العدو الإسرائيلي حينئذ أريا شارون ورئيس وزراء الاحتلال فيما بعد لم يفوت الفرصة واستغل ثغرة فتحت بين الجيشين المصريين الثاني والثالث بمنطقة الدوفرسوار وتسلل بقوات إسرائيلية لغرب القناة مطوقا الجيش الثالث المصري ومعوقا حركته بشكل تام، وصار الطريق أمامه مفتوحا إلى القاهرة. يوم 16 السادات
لما اشوف السياسه تخش مع العسكريه بقى هيخطب في مجلس الشعب، مجلس الشعب. واحمد اسماعيل ورايح في عربيه ايه مكشوفه في البره زيط، وقعد يتكلم على المبادره بتاعته ولا يعلم ان حصل اختراق بالليل. وقال انا يعني كانه بيعرض السلام وانه مستعد يروح اخر الدنيا، وانه بيقول هذا الخطاب من موقع القوه. وردت عليه جولدا مائير في نفس اليوم بعد الظهر، قالت له مركز قوه ايه ده، انا بتكلم وبخطب من السويس. طبعا يعني اللي يراجع صور المجلس و يعني هذا الخطاب يمكن كل الناس سقفت الا انا، لان انا اعتبرت ان ده بدايه الانهيار بالنسبه للنصر اللي تحقق في بدايه الحرب. الاسطوره وكام ديفيد. ظل الجدل حول حرب اكتوبر حبيس الغرف العسكريه والسياسيه المصريه لعامين، لكن العامين كانا كافيين لينتقل الجدل للشارع المصري بعد استفاقته من نشوة النصر على رئيسه المنتصر في الأراضي المحتلة زائرا باسطا يده بالسلام. صراع بين خيالات النصر الكبير الذي ألقى السادات خطابه في مجلس الشعب المصري بعد أيام على الضربة العسكرية عام 73 متزينا بالزي العسكري المصري دلالة على الكرامة والعزة، وبين الرجل نفسه بزي مدني في الكنيسة الإسرائيلي رمز سيادة العدو على أراضي فلسطين المحتلة، بينما لم تشرب رمال سيناء دماء شهداء 73 ومن قبلهم شهداء نكسة 67. يعني أنا بعتبر يعني رحلته إلى القدس هي استسلام بلا قيد ولا شرط تحت أعلام إسرائيل من أكبر دولة في العالم العربي وأرضها محتلة، ومضير ظهره لبيت الله في يوم عرفة، وبيطوف في الكنيسة وبيسعى في إسرائيل. تبدل الشعور بالكرامة إلى شعور غامض لكنه مؤلم على أي حال. عام 1979 فوجئت الجماهير بكامب ديفيد، اتفاقية سلام وأول اعتراف رسمي من أكبر دولة عربية بوجود الكيان المحتل كدولة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية. وتحول العدو الصهيوني من عدو ملطخة يداه بدماء المصريين إلى صديق له في قلب القاهرة سفارة رسمية ووفد دبلوماسي مقيم. حدث كبير اكتملت به لدى السادات وأصدقائه في الغرب أسطورة الرجل، ليصبح في نظرهم رجل الحرب والسلام وصدمة مدوية للمصريين، جعلت منه عدوا لكل الأطياف السياسية، ومهدت فيما بعد لاغتياله على الهواء مباشرة أثناء احتفاله بذكرى النصر عام 1981 من قبل ضباط بالجيش. يبقى السادس من أكتوبر تاريخا فاصلا فيه صنع السادات من نفسه بطلا، وفيه انتهت أسطورته. ولا تزال الحرب بين نصر العاشر من رمضان 73 وبين هزيمة كامب ديفيد عام 79 تبحث لنفسها عن تعريف.